السلام عليكم. السلام عليكم الزولو في اللون، مرحبا بكم معنا في دوزام الكورسا لايف الجديدة. كل شهر كنجيب لكم مجموعة من لاسيني غبير ماروكان، كل شهر كنجيب لكم جديد، ولكن هذا الشهر جد وجد. الجروب اصلا مازال صغير في عمره عامين، ولكن اللي غتشوفوا الموسيقى اللي كيلعبوها، كاين الناس اللي كيلتميو الموجة وكاين اللي كيقودوا الموجة كيزيدوها هما هذه الموجة هذه. وبالنسبة لكاع الناس اللي كيسحبوا بين لاسيني غبير ماروكان هي الراب والروك ولا غير الفيوجن، غتسمعوا اليوم صوت جديد اللي كيبين لكم بان مازال كاين لا كرياسيون ومازال كاين لوريجيناليتي ولا فريشور في لاسيني غبير ماروكان. واحد الانسترومون كنشوفوه قليل في التلفازه المغربيه وكنشوفوه قليل اون جينيرال، لان مازال كيلعبوا غير شويه ديال الروايس في الجنوب ديال المغرب. الروايس اللي كنسلم عليهم كاملين اليوم الرباب ايطالونير اوجوردي في كورسا لايف مع رباب فيوجن. Thank you.
صداع اللي مجموعين We'll be right back.
تي فور. او يو يو عاودوها. هي يا يا. او يو يو. هي يا يا. او يو يو. We'll be right back.
وتنمير النون الدراري ديال رباب فيجيون. شكرا. غادي نسمعكم. انا بغيتكم مازال تصفقوا على الدراري هذو، مازال تسمعوا. انا شخصيا وما عرفت نتوما ما عمري شفت الرباب كيتلعب بحال هكا. تبارك الله على فلان وحسين وبوحسين ورباعته. غنخليك بعدا تقدمهم. اولا كاين بيركسيون خالد بركاوي، جمال بومدكار عنده بزاف ديال القشاوش ولكن كيلعب بهم مزيان. جمال بومدكار على باس، جو حميوس في الباتري، رضوان ماريس في الكلافي، اي سانتانا دو سوس، احمد ورصاص في لوتار والجيتار، وفلان بوحسين في الرباب، رباب فيجيون. شكرا. تبارك الله عليكم. هذا الرباب اللي كتشوفوه الكتريك هو اول رباب الكتريك في العالم والوحيد اللي كاين هو اللي عند فلان. عاودنا شويه عليه بعدا. اولا كنشكر واحد السيد يعني عبد الرحيم بارابيش صانع الالات كاين في اكادير، هو اللي يعني عمل على التصميم هذا، وهذا كيبين باننا الحمد لله فقورين بالثقافه ديالنا الامازيغيه المغربيه، باننا نطوروا الالات ديالنا ونحاولوا نوصلوا الثقافه ديالنا العالميه ان شاء الله. والرباب كلاسيك راه كاين باش الروايس ما يتخلقوش. حنا كان يعني الرباب الكتريك يعني ما جاش غير هكذاك، جا يعني بعد يعني كتلقى دابا في الخدمه كتلقى بان يعني بحال الباستي بحال الجلد كيكون الحاليه كان بارد شويه يعني كطيح المساويه كنلقاو بزاف المشاكل. كترتاح انت في اللعب حتى اومبليفي دابا كاين دابا الصوت كاين بزاف المسائل يعني اللي كتعاون دابا باش يعني باش نحاولوا نفيزيونو بين الالات الامازيغيه والالات التكنولوجيا في خدمه الفن ما فيها حتى شي عيب. شكرا. شكرا. تقدم كاين حتى في الموسيقى اللي كتلعبوا، لان سمعنا الروك سمعنا الريغي سمعنا السالسا وهادشي كله مع الموسيقى الامازيغيه، هادشي قليل فاش سمعنا لحد الان. ايوا. وحاجه اخرى، انت لحد الان كنشوفوك كتلعب مع الدراري، اول مره كنشوفك القدام وكتغني. ايوا. ايوا. اولا انا كنت مغني في الشلحه ملي كنت صغير، هو مع المده قريت درت المعهد كونسيرفاتوار فيولون شي رباب وجربت الحد ديالي في الغناء، والانسان كيجرب شويه وكنتمنى ان شاء الله يكون خير. كي جاكم فلان؟ كي جاكم رباب فيجيون؟ وخصكم تعرفوا بان انتم اللي كتفرجوا فينا وهذا الببليك اللي حاضر معنا عندكم واحد الحد كبير، لان هذا لونغيجيسترومون هذا هو الوحيد اللي كاين دو فاسون بروفيسيونيل الموسيقى ديال رباب فيجيون، بوغ لا سامبل ريزون كو مازال ما عندهمش الالبوم، مازال ما كاينش التسجيل في الاستوديو، يعني انتم الوحيدين اللي شفتوهم ان صون بحال هكا وان ايماج بحال هكا. فوقاش غيوصل الالبوم ديال رباب فيجيون؟ الالبوم ديال رباب فيجيون ان شاء الله في لو 1 افريل ان شاء الله. دابا كنوجدوا البرومي سينجل راه كيدوز يعني كما كنشكروا دوزيام بزاف راه دي دوزيام اللي كيدوزوا لو سينجل ديالنا الفيشطه كيما شفت الكونتري، وان شاء الله واحد المورسو قريب ان شاء الله. دابا غنديروا ثاني سينجل اخر من بعد ان شاء الله الالبوم. ونتمناو كما يعني كنتمناو كنشكروا بزاف دوزيام، كنشكروا يعني كما كتشوفوا البلاطو ديال كورسا لايف كتلقاو ديما متنوع، كنلقاو الامازيغيه كنلقاو العربيه كنلقاو الريغي كنلقاو الفان كنلقاو الراب، يعني هذيك يعني بان الحمد لله حنا يعني المغرب واحد العالم اللي هو منفتح يعني على جميع الثقافات. وكنشكركم بزاف. الحمد لله الخير كاين، ومازال غتشوفوا كل سيمانه وكل شهر كسوسو في كورسا ولا كورسا لايف، انتم غير كونوا في الموعد باش ما تضيعوا حتى شي حاجه. موعدنا السبت الجاي ان شاء الله تقريبا مع 7:30. بون سواري تو سور دوزيام. تهلاو فراتكم. شكرا. تبارك الله عليكم. اي زنون.